كنا لا نتمنى، لا نتمنى إن احنا نشوف لا السودان ولا أي دولة يكون فيها الخراب والدمار، وأهل البلد مش عارفين يعيشوا فيها ويلجأوا البلد تانية حتى لو كانت بلد شقيقة. نعرف قد إيه احنا في نعمة وفضل وكرم كبير منه سبحانه وتعالى. نحمد ربنا ونشكر فضله ونحافظ عليها ونقف صامدين ورا بلدنا ندافع عنها وما نخليش حد يفكر زي ما كانوا قبل كده. ادينا شفنا اللي فكروا عملوا ايه.